FM. الكلمة ليك. أما كارينا تخلطنا لنص نهار و18 دقيقة. مرحبا بكم من جديد في زيرو بوليتيك وجي بحذانا نجم وليد التونسي. مرحبا بك يا وليد. مرحبا بكم كل الفريق التقني وكل مستمعين كاب FM. الله يخليك. نعرف لي مهمة صعبة جدا أنك تفيق وتجي في الوقت هذا. هيك شوف جيت نجري. مرحبا بك يا وليد. نجم نقول وليد أنت لاستار دو 2014 بار إكسلونس، خاطر ما شاء الله عليك برشا نجاحات وبرشا دي سوكسي. لي سينجل نتاعك اللي خرجتهم ياسر ناجحين وتبارك الله عليك، معناها وحدك في الساحة براتيكمون اللي مخرج حاجات ناجحة. ونقول لك برشا مبروكات، عنا مبروك العام الجديد ومبروك المولد. مبروكات. ومبروك الغنية الجديدة. نحبك يا مجنون. شكرا شكرا. ومبروك أسبيتا. اي دونك علاش اخترت انك تخرج بحبك يا مجنون توا؟ خاطر نعرف اللي انت عندك مده معناها مخبيها اما خرجتها توا. بورتون أسبيتا ما زدت كي خرجت. اي ما زدت كي خرجت أسبيتا. حبك يا مجنون توا جاي سان فالونتان و وما تعرف فصل الربيع فيه الحب وفي معني الغنية نجم تكون تنجح. الغرامات والاجواء والاشواق تقول انت. ايه معلش ماذا كنت نجم تخلي نحبك يا مجنون تخرجها لقريب يخرج سان فالونتان وبعد خرجت أسبيتا. لا لي أسبيتا انا كنت معني غنية في صافيسة جيت وخفيفة تروح وعجبتني وحبيت خرجها في الوقت هذيك وكاوزيتو. ما هيش ما قلتش لعلى وعسى. يمكن نحبك يا مجنون بروغرامي قبل أسبيتا فهمني. أما كي جيت أسبيتا في صافيسة قلت دي معني خطر الموضوع أسبيتا موضوع معنيها قاعدين نشوفوا فيه معنى ديما ما عندوش وقت باش يخرج مثلا أول ما يحضر توصل المعلومة للناس اللي تقصد بهم معنى الغنية. نحبك يا مجنون معنى غنية انت عاطفية انت حب انت غزل انت يعني تنجم عندها وقت تجي فيه مش ديما. فما زيد استراتيجي نتاع توزيع الاغاني باش تخلي لهم انت شفت يزيد في خرج في ربيع عامل روحي خرج في ربيع. دلولة حياتي كيف حبك يا مجنون زيد جيت في البريسكا كي الوقت هذا يعني. اي ما هو يقول لك نورمالمون لازمك تخلي وقت للغنية خليها تضرب خليها تنجح. لا مش هكيك مالك تخرج البوم مع بعض وكيفاش تعمل هذيك البوم كي تخرج البوم مع بعض وكيفاش تعمل معناها تخلي بالوحده كيفاش تعمل هذيك موضوع الغنيه سبيتا موضوع معناها موضوع نتاع ننصحوا فيه بشي بعد على الحرقه وعلى المشاكل نتاع ما نرخصوش رواحنا خاطر احنا توانسه راسنا عالي ما نرخصوش رواحنا القاور اللي يذل ويهين وانا نشوف حتى معناها انت حتى شفت حتى في الاحداث الاخرانيه كيفاش معناها ديما نحن المستهدفين على الاخر. الارما رانا نحن اقوى منهم خير منهم وحنا ماشيين باش نخدموا لهم غاديك وباش نعاونوهم بالعكس خاطر نجم كنا نعملوهم في بلادنا واذا كان واحد ما لقاش باش يسافر اما كي يسافر ما يحسكيش بروحه ويحط معناه ويرجع عائلته ويحط روحه معناه في موقف خايب نتاع ذل كي شفت وصلوا 23 الف تونسي معناها في لامبادوزا فماش علاش فهمتك وفما عباد ماتت وفما عباد تشردت وفما عائلات تيتمت وفما يعني موضوع ينجم يجي في اي وقت يطرح معناها فهمت بينما الغنية نحبك يا مجنون معناها موضوع عاطفي يلزم عنده وقت معين تختاره باش تهبطوا فيه. يا بتكون في الربيع. هكاك الجو هذاك تعرف ريحة الربيع فما تحرك التستوستيرون. والموضوع هذا نتاع الربيع من كلمة شكون من ألحان شكون كلمات والحان عند عمار عبد الله كهو ديما تتعامل معاه. اي بتبيع الجروب اللي انت ما بدلش كيبا كي اي بتبيع الجروب اللي نجحت تكمل معاه بدلش دونك ما تنجمش تبدل خاطر انت ناجح شنو باش تعمل شنو اللهم فما اضافه ممتازه معناها كيما جات سبيتا مع عند بشير تخلي معنا بشير وتصالح تخلي معنا في الجروب جات اضافه باهيه سيتو اما تحاولش باش تنحي حاجه ناجحه
به. ومادامنا نحكيه على النجاح اللي هو ما شاء الله عليك وليد، أما أصعب أنك تتحدى حالك وأن تلقى شكون منافس تتحديه باش تحاول تبرز وتطلع تطلع ما عندك، خاطر نعرف اللي أنت طو في سيرتو في الفن الشعبي براتيكمون أنت محتكر الساحة، معناها كلهم قاعدين فيه. مش مش احتكار هي الحكاية، ولا مش حكاية احتكار، ما خاطر ما فماش أنت ما فيهاش معناها مارشي نوار واحتكار. لا لا مش مارشي نوار واحتكار، ما خاطر الآخرين ماناش لاقين معناها ما فماش أنت جيت في الفن الشعبي قاعدين طالعين وقاعدين ينافسوا. ما نعرفش نجموا يخدموا على روايهم، كل واحد يخدم على روحه وينجح. اي حسب رأيك أنت، أما أصعب أنك تتحدى حالك تطلع أغنية أحلى من اللي قبلها. اي صحيح تتحدى شكون؟ صعيبة برشا، صعيبة برشا الحكاية. باش تعمل غنية معناها وتخلي روحك في نيفو اللي أنت فيه ولا تزيد، معناها حب لها راه وحب لها برشا تفكير وبرشا خدمة وبرشا خوف. لازم تاخذ الريسك معناها بطبيعة، فما ريسك معناها. الاخرين ما يحبوش ياخذوا ريسك، ما يحبوش يخدموا على رواحهم. لا لا دخلني هبكي اللي يحب يخدم كل واحد ايش دخلني فيهم، كل واحد يخدم على روحه وربي عينه. انت ولد الدومين وتعرف معناها كل واحد يخدم على روحه وربي عينه، وانا ما دخلي في حتى حد. اللي يحب يخدم وكل الدنيا قدامه تيران يهز الكل. ايوه انت اذا تبغى تكور وحدك معناها في التيران بلغه الكوره سميش حتى واحد يكور وحده. ما دمنا نحكيو على الكوره، مغروم بالكوره انت وليد. في بالك اللي كريستيانو رونالدو ربح البالون دور 2014؟ مبروك عليه، حتى هو قاعد يستنى 6 سنين ولا 7 سنين، خلي له حاجه ميسي هو. ما تخممش وليد، طلع اغنيه على كيبا اللي انت تحبها كيما برشا فنانين في الخليج وفي العالم العربي حتى في تونس. لا مش وقت اللي تويتي وتبدا الكيب تاعي معناها شنو الكيب نتاعك؟ انا نحب الكلوب افريكان تونس كامله تعرف. اي مش مش معناها مانيش مكل نقول لك ليه نحب الفريق القومي و بطبيعه احنا احنا اولاد خلقنا في العاصمه معناها عندنا الاسبيرونس وستاد والكلوب. عندنا ولاد حومتنا يحبوا الاسبيرونس، ولاد حومتنا يحبوا الكلوب، ولاد حومتنا يحبوا ستاد وحمام للف، فهمني معناها كل كل جروب وكل اصحابنا. احنا ساعات في حوف في دار واحده تلقى واحد يحب الكلوب والاخر يحب الاسبيرونس والاخر معناها وحومه واحده، باب نار باب جديد باب سويقه حومه واحده معناها. عشان يغلمون الفنان ساعات يبدا تلقى في باب جديد يحبوا الاسبيرونس، تلقى في باب سويقه يحبوا الكلوب، فتلقى في باردو يحبوا معناها ولاد استاد يحبوا، تلقى شكون يحب الكلوب افريكا، فما تلقى معناها كل واحد مندمجين معناها مع بعضنا. ماهيش وكوره ماهيش ما عندها حتى دخل في حياه الفنان، كل واحد اختياراته وان شاء الله كوره ساعه ليكيب ناسيونال، ان شاء الله ليكيب ناسيونال تاعنا يعدي معناها يوري وجه باهي، على خاطر حقيقه في الماتش نتاع وانت البارحه مستوى متوسط جدا جدا جدا. مش مقولون ضعيف؟ لا لا مش ضعيف، لا أما متوسط. ركزوا شوية، وبالأخص عنا دي بليسير في الإيكيب وواحد وكل شيء، يلزمنا نراجع حساباتنا برشا إن شاء الله. باش نزيدوا نحكيوا على برشا حاجات أخرين متابعة معنا. طب نحكيوا على كل شيء وليد، ما باش نقدموا كزت شوية. أنا قلت لك كونترنور أنا توا. لا لا وعشي عندك استراتيجية وي خاطر حبيت كورة برشا وكورت وهذاك علاش. وليد التونسي دلولة حياتي، خلاتنا نص نهار و42 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، مكملين مع بعضنا في زيرو بوليتيك حتى الماضي ساعة. الدنيا ما كانتش حلوة برشا ودلولة البارح واليوم الصباح، وبعمون باش تواصل وليد ماك تعرف سيخت المونتي زي تتعاني تو من في بيف سعدون. كنت تحكي على الغريف متاع ترانسبور اللي عملت أزمة ما في مع المواطنين. صحيح. سواء امبوتياج، سواء ما لقاش فيش تروح، سواء ما لقاش فيش يخدم، سواء نهارو منقوب خاطر عارفو ما يهموش اذا كان ترونسبور. برشا تضرت برشا عباد، انا شفت حتى البارح في العشيه في بالي مروحين من استاد انا. سمعت في اخر وقت معني حتى كيما هما تفاجئوا في اخر وقت معني. فما عباد سخفتني على الاخر، فما عباد اللي مساكن يخدموا بعاد على ديارهم 50 و40 كيلومتر معناها هما في العاصمه راهو معناها تصور مروحين على ساقيهم يمشيو 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 ويعيو ويعيو معني يوقفوا يقعدوا. ماني بتعرف شنو حقيقة ربي يهديهم وكا هو ربي يهديهم على الأقل رعاو. فما بنات مساكن تخدم بعاد زاد تصور في الليل مروحين وحدهم يجبدوا على ساقيهم كيفيه ما تحسش ما ثماش ما عرفش
هو ربي معاهم هما كيفاش شنو مطالبهم واحد. اما تنجم كنت فما حاجات معناها تنجم تعبر على مطالبك ولا تطلب مطالبك بحاجات ارقى من هكاك، على خاطر انت كي خليت بالمواطنين اللي هما معناها ولد حومتك وفيهم خوك وفيهم اختك وفيهم لفامين تاعك وجيرانك وخليتهم معناها كيكا بتسميهم متشردوا في بيك في بالك ولا راهو ازمه كبيره برشا البارح تاع ترونسبور سورتو كو ما اعلموش عليه معناها فما عباد ما قراتش حسابها ودنيا ظلمت عليهم لا شعور بصراحه لا شعور بالمسؤوليه معناها كنت نجم معناها تعمل باند وتخدم بخويا نبه ولا قول ولا ربي يهدي مخلق وكهو. حقيقة البارح شيء أسف مع بيت برشا سخفتني على الأخر على الأخر بون واحد شو يقول اللي يحاول معناها اللي يقوم بالواجب وذاك هو سيتو. الناس الزوابلة هذوما وليد أكثر عبيد نحس أنا من الفنانين يعبروا عليهم الفن الشعبي بالمزود وبالراب، أما ديما نشوفوا اللي البورتون الفن الشعبي أقرب للمواطن من الفن الآخرين الوتري ولا معناه أحسن يقولوا كي يحكي له على حالته وعلى وضعيته وعلى البطالة خير ما يقولوا بحبك وحشتيني ومش قادر أنساك وندري شني. أما الفن هذا الشعبي ماهوش لاقي حظه في المجال الاعلامي باغ اكزومبل ولا باغ اكزومبل مثلا ما يلقاش حظهم في المهرجانات في فما مهرجانات الفن الشعبي قاعد يخدم في المهرجانات اي في المهرجانات الكبيره مثلا الفن الشعبي وحيد تو قاعد يخدم في تونس ولا الراب يعني ما تلقاهوش باغ اكزومبل ما ينظموهوش في كارتاج باغ اكزومبل الفن الشعبي موجود ليه موجود تعدى في كارتاج هو كارتاج شنو يعني كارتاج يعطي الكل يجي مثلا يخو من الفنانين التوانسة ومن الشرق ومن المغرب ومن من اوروبا ومن امريكا ومن تونس ويعرفوا كان فما ديما فما معناها فن شعبي في كارتاج ديما موجود. باهي ما تخممش وليد انك تعمل ديو مع فنان راب خاطر احنا سمعنا اللي انت سوبر تعمل ديو مع حمزاوي لكن ما شفنيش. انا ما تحكيليش الحكايه ذي مشيت فاتت على روحها شكون. شي ما في حمزاوي اي ديو معناها ما تنجمش تعمل سيرتو كو تعمل كومبينيزون بين الراب والمزود اللي هما زوز اللي يحكيوا على الشعب واقرب للمواطن. انا تو ما عنديش معناها حتى فكره باش نعمل ديو. ما عندكش الرغبه باش تعمل ديو؟ ما عندي مش رغبه هي ما عندي حتى فكره باش نعمل ديو. مو انت تحبش تعمل ديو من بعد تبدا تبحث على الفكره. لازم باهي لازم راهو دراسه راهي الغنيه باش تتعمل باش تخدم راهو فما دراسه. علاش باش تعمل ديو؟ ساعة. اول حاجه علاش؟ وكيفاش؟ ومع شكون والواش؟ معناها وشنية الموضوع؟ يعني انت ما حبيتش تخدم على الاربعه ولا 5 بوان هذوما اللي كنت تحكي عليهم توا ما فما حتى معني قاعد نخدم في خدمتي انا كهو مركز على خدمتي هي ما عندي شويه مازالوا عندي غنيات اخرين يلزمني نخرجهم فهمتني معناها وعندي قاعد نعمل نحضر في الكونسيبت تاع ان شاء الله كارتاج السنه معناها مشغول شويه واحد مع الحفلات البرا مع حفلات في تونس معناها شويه كي خدمة معني مش ما عنديش فكرة كوني أنا باش معني حتى نكمل الخدمة اللي عندي البروجي اللي عندي وبعدين كان فما حاجة بتجي تو تجي بتبيعتها ويزم ما تكون في المستوى معناها في مستوى لثقة جمهور معناها جمهوري فيا وزما عندها موضوعها زادة فهمت قلت عندي أنا غنيت نخمم فيهم وقاعد نحضر دونك فما ألبوم جدد. جاي في ثنية ولا أي بتبيع الأغاني هما الكلهم مبدأ من دلول تحياتي حتى دلول تحياتي هما الاغاني نتاع الالبوم اللي هما انا خرجتهم بالغنيه خاطر بعد شلمهم كل في البوم وراني باش نعطيه بلاش للالبوم باش نعطيه للمواطنين وللجمهور باش نعطيه بلاش دونك هما جينيرالمون يعملوا البوم باش تنجح فيه غنيه ولا اثنين انت لميت لي سوكسي نتاعك كل باش تحط لا مش سوكسي هما الاغاني نتاع الالبوم هما انا عندي 7 اغاني في الالبوم كي انا ما عنديش نحب نفسر لك انا ما عنديش شركه انتاج اللي هي باش تنتج لي قبل كنت مع شركة انتاج حتى ضم حقي فيها ما لقيتش فلوسي ما لقيتش معناها مستحقاتي وفي الكونترا بيناتنا وقفنا غاديك دونك باش تهبط الغنيات اللي ما عادش عنه واحنا ما عندناش بتبيع شركة انتاج في تونس ما عندناش ما عندكش دي شوا باش تمشي تختار وليت انا نعمل على حسابي ونعطي للمستمع يسمع بلاش سوي على اليوتيوب ولا في تلفزيون ولا في راديو لا بدينا بدلو تحياتي وعلاش يا ناس تاعنا عورة الهواء
واسبيتا سبيتا ونحبك يا مجنون ومازالوا ثلاثه اغاني اخرين ان شاء الله تو تكتشفوا ان شاء الله باش تتحفنا بهم على قريب اغاني ممتازين زاده ممتازين وعليهم برشا باهي ان شاء الله هما المحله باش يسمعوك قاعدين يسمعوا فيك بحدانا وليد وباش يسمعوك زاده اليوم في الليل الحفله نتاعك بالطبيعه ان شاء الله نقول لهم اللي الليله ما تراتيوش الحفله في قاعة مغطاة نابل وديت اعوان بلدية نابل روح باش نعملوا جو مع بعضنا برشا 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 كبير ونشيخوا الناس الكل ونجحوا ونغنيوا وماذا بكم غنيوا معايا بالكدا خاطر انا تعب شوي باش تعاونوني راه بسم الله عليك انتوكا يعطيك الصحة وليد على حضورك بحدنا عايشك ونحب نشكر كل مستمعين كابا فام بما فيهم معناها ولاية نابل حمامات وزغوان وزغوان وكل ولاية نابل اللي باش يجيونا زاد الليله معناها ان شاء الله نمشيو اليوم نتفرجوا في وليد يزمنا نقول اليوم نحلكم معناها تو حاسين وبرسين الناس الكل اللي جاونا اليوم واللي سمعوا فينا واللي محلا انت عندك شعبيه كبيره راه في الكابون يا وليد عملنا حفلات ديما يطلبوا اغاني في ولايه نابل معناها حفلات تعديوا هايلين ومعبيه كومبلي كلهم الحمد لله يا ربي الحمد لله ان شاء الله ديما من حسن الى احسن يا وليد ما شاء الله مبروك عليك الاغنيه نحبك يا مجنون وان شاء الله يا ساحر العيون يا ساحر العيون تسمعوا توت سويت على كاب اف ام احنا نتقابلوا غدوه كالعاده نقول لكم باي باي شهي طيبه كاب اف ام الكلمه ليك